مرحبا كارل. أوبس، أسف كارل. مرحبا. يبدو أن هناك مشكلة، يفضل أن نفهم ماذا هناك. يبدو أن الصغار كانوا يحتفلون بعيد ميلاد. لا، النار أمسكت بحبل الزينة وتسببت في حريق. الصغار محاصرون. صحيح، انطلق لإنقاذهم. يا صغار، الشاحنة الخارقة هنا لإنقاذكم. صحيح، عليك حل هذه المشكلة الآن. فكرة رائعة، شاحنة الإطفاء يمكنها إنقاذ الصغار. سبايدرمان الصغير جاء لإنقاذكم. يا بايا دقايا. نعم، الصغار آمنون الآن. دورك الآن لتبقى في أمان سبايدرمان الصغير. أوه لا، عندما لم تنتبه النيران أخذت في الانتشار مجدداً. أيها الخارق، أسرع. استي 3000 بالتأكيد. الآن تدفق الماء أصبح أقوى. إيه أيها الخارق، يمكنك التوقف الآن. صحيح أيها الخارق، أعتقد أن هذا مكان أفضل بكثير لحفلة البطل الخارق. هيا يا صغار، من بطلكم الخارق المميز؟ الشاحنة الخارقة؟ كم هذا جميل!
مرحبا أمبر. مرحبا كارل. يبدو أنكما مشغولان، ماذا تفعلان؟ تقومان بتنظيم بعض مستلزمات المستشفيات لبيعها في تخفيضات التصفية اليوم. جميل منك أن تساعد أمبر كارل. الربيع وقت غني بالتخفيضات، أليس كذلك؟ أوه كارل، استي 3000 تهتز. هذا يعني أن هناك مشكلة وأحدهم يحتاجك. عليك الذهاب للبيت حالاً. ماسيمو كان متوجهاً إلى متجر إطاراته من أجل تخفيضات الربيع السنوية، لكنه علق في الأزمة على الجسر. الحساسية أفقدته توازنه والعطس تسبب في جعله يعلق على حافة الجسر. حركة واحدة فقط ستجعله يسقط في الماء تحته. هل يمكنك المساعدة كارل؟ ممتاز، هيا بنا. انظر إلى كل هذه السيارات، تخفيضات الربيع تتسبب في أزمة مرورية خانقة. هل يمكنك الوصول إلى ماسيمو في الوقت المناسب؟ يا إلهي، حشد كبير. ماذا ستفعل أيها الخارق؟ فكرة رائعة أيها الخارق. واو أيها الخارق، إنك سيارة إسعاف. على الجميع الابتعاد، الإسعاف الخارقة لديها حالة طارئة. تمسك جيدا ماسيمو، الخارق هنا. نعلم أن حساسيتك صعبة، لكن هل من طريقة لتوقف العطس؟ إطاراتك على الحافة. أوه لا، لا تفعل ذلك ماسيمو. هل لديك أي مناديل أو أي شيء؟ أوه لا، أوه لا، ماسيمو سيعطس مجدداً. أيها الخارق، فكر في شيء. الحمد لله، حبل جر. أسرع واربطه أيها الخارق. الحمد لله، لقد نجحت أيها الخارق. هل أنت بخير ماسيمو؟ ماسيمو يريدك أن تأتي معه إلى متجر الإطارات لتشاهد التخفيضات الكبيرة أيها الخارق. يريدك أن تختار أي شيء تحتاجه كشكر لك على إنقاذه اليوم. هيا بنا يا رفاق. شكرا لمساعدتك لنا اليوم أيها الخارق. لديك شيء لماسيمو أيها الخارق؟ هذه بعض المناديل للحساسية لك ماسيمو. استمتعوا بتخفيضات الربيع جميعا. واو،
واو، جيري يسير بسرعة كبيرة. الآن هذا سباق غير عادي. انظروا إلى كل هؤلاء المشجعين. جيري، ليس من اللائق أن تطلق على بوبي لقب الكسول. احترس جيري. أوه جيري، يبدو أننا نحتاج مساعدة. اتصال لمهمة كارل. الشاحنة الخارقة، انطلق. جيري وبوبي بعيدان بعض الشيء أيها الشاحنة الخارقة. انظر هناك في الماء. المياه تتلوث بكل هذه القمامة. ماذا ستفعل أيها الشاحنة الخارقة؟ شاحنة قمامة، فكرة رائعة. الشاحنة الخارقة سيعتني بهذا جيري. فكرة رائعة أيها الشاحنة الخارقة. الطريقة ناجحة. أترى بوبي؟ لا داعي للخوف، الشاحنة الخارقة هنا. ستكون حذراً أكثر في المرة القادمة جيري. تريد مساعدتنا جيري؟ هذا لطف منك، لكن ربما عليك أن تدع الشاحنة الخارقة. جيري، أيها الشاحنة الخارقة، بسرعة. تمسك جيداً جيري. جيري، حاول أن تمسك به. أسرع أيها الشاحنة الخارقة، استعمل ST 3000. ما هذا؟ انتهت مهمة جديدة بنجاح أيها الشاحنة الخارقة. كل شيء آمن الآن. انظر جيري، إنك تتزلج على الماء. إلى اللقاء أصدقائي، نراكم في المرة القادمة.
يبدو أن كيري تستمتع بوقتها وهي تنتظر صنع الآيس كريم من هذه الآلة الجديدة. أوه، يبدو أن هناك خللاً ما. كيري، هناك مشكلة في الآلة. لقد كنت أحاول تحذيرك. يبدو أن الآلة قد كسرت وفقدت السيطرة. كيري، نحتاج مساعدة. مرحبا كارل، ترتب طلبيات اليوم. هناك مشكلة في مطعم كيري ونحتاج مساعدتك. كيري كانت تصنع الآيس كريم لحفلة بينما الآلة قد أصابها الجنون فجأة. حسناً، يبدو أن الآلة قد كسرت بالكامل. الشاحنة الخارقة هنا، لكن الأخبار السيئة، كل هذه الفوضى حولنا. هل يمكنك مساعدة كيري في التنظيف؟ رائع! شاحنة قمامة، هذا تحول ممتاز لهذه المهمة. كاري في مزاج جيد كالمعتاد. حتى التنظيف يصبح متعة. حسناً، الوضع معقول الآن. لا يوجد آيس كريم، لكن على الأقل الآلة توقفت. أوه لا، لقد قلت العكس للتو. لقد عادت للجنون مجدداً. احترسا. انظر أيها الخارق، مفتاح القفل غير ثابت. ربما هذا هو السبب في جنون الآلة. أيها الخارق، ماذا ستفعل به؟ حسناً أيها الخارق، علينا تثبيت مفتاح القفل في مكانه مجدداً. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف الآلة. نعم، لقد نجحنا. أحسنت عملاً. أحسنتما عملاً أنتما الاثنان. كل شيء نظيف مجدداً. حسناً، أعتقد أنكما تستحقان بعض الآيس كريم الآن لعملكما الرائع. لذيذ، أليس كذلك؟ يا له من يوم مجنون. استمتعوا بالآيس كريم يا أصدقاء. نراكم في المرة القادمة. ما
ماذا هناك كارل؟ إنه شبح! أوه، إنه مارلي وطائرة الأشباح خاصته. أوه، لا تقلق مارلي، سنصلح طائرتك. كارل، أحدهم يحتاج الشاحنة الخارقة، هيا بنا. أيها الخارق، بن كان يحكي لصغاري قصة مرعبة عندما صدر صوت غريب من المتاهة. بن ذهب ليفحص ماذا هناك، والأطفال انضموا إليه. بعدها شيء ما أو أحدهم أغلق الطريق إلى داخل المتاهة. بن وصغار في حالة ذعر، عليك مساعدتهم للخروج أيها الخارق. هناك شبح! بن وصغار محاصرون داخل المتاهة ولا يمكنهم الخروج. افعل شيئاً أيها الخارق. إنها ثقيلة جداً عليك أيها الخارق. أوه لا، أصدقاؤنا يحتاجون مساعدة. أسرع أيها الخارق، إلى أي مركبة ستتحول؟ شاحنة ناقلة خارقة، الآن أنت أقوى بكثير. أحسنت عملاً. أوه لا، الشبح! أيها الخارق، أين أنت؟ أسرعوا يا صغار، اصعدوا على الخارق. لنخرج من هنا. بلات القش هذه ثقيلة عليكما حتى وأنتما اثنان. ماذا سنفعل الآن؟ أوه لا، إنه هنا. أيها الخارق، عليك فعل شيء لإنقاذ الصغار. ها، لديك فكرة أيها الخارق؟ استي 3000، هذا ما نحتاج. تم فتح الطريق أيها الخارق. نعم، الآن لنرى من هو هذا الشبح. دين، كنت أنت طوال هذا الوقت؟ يا صغار، لدينا مفاجأة لكم بمناسبة الهالوين. مستعدون؟ حسناً، هيا بنا. هالوين سعيد. أحسنت عملاً أيها الخارق، نراكم لاحقاً. مرحباً فرانك، إلى أين أنت ذاهب بكل هذه السرعة؟ أوه، فهمت. كيري خبزت نوعاً جديداً من الكعك، إذن إليها ذاهبون جميعاً. احترس. هل أنت بخير فرانك؟ دعني أتصل بالشاحنة الخارقة. كار،
ماري، ها أنت هنا. فرانك وقع في منتصف الشارع، عليك مساعدته ليقف على عجلته مجدداً. كعكاً جديداً اليوم، والجميع يريد تجربته. فرانك كان في طريقه لكاري بينما وقع، يحتاج مساعدتك، عليك أن تتحول. شاحنة زنبركية، هذا جميل جداً. لنبحث عن فرانك. واو، هذا مذهل. واو، أوه، إنك تستعرض قدراتك، لكن تذكر أنت في مهمة. إنه هنا. الشاحنة الحارقة هنا فرانك، لا تقلق. ماذا تقترح أيها الشاحنة الحارقة؟ ستحاول إرجاع فرانك على عجلاته باستعمال زنبركاتك الخارقة. لنجرب ذلك. هل سمعت فرانك؟ ستقف على عجلتك مجدداً حالاً. لا تقلق فرانك، سنحل المشكلة. إنها فكرتك أيها الذكي. بالتأكيد، اسقي 3000. إلى ماذا ستتحول؟ مغناطيس ضخم، جميل حقاً. بارد فرانك. جاهز فرانك؟ لا تقلق. جاهز أيها الشاحنة الخارقة؟ 3 2 1. مجدداً. 3 2 1. لقد نجحنا. الحمد لله، كنت على وشك الوقوع مجدداً. أتمنى أن يكون قد بقي لنا قليلاً من الكعك. انظروا، مرحباً كاري، لم تري شاحنة زنبركية من قبل؟ هل بقي قطعة من الكعك لصديقينا؟ واو كاري، تبدو مشحية. حسناً، إنها مشحية. نراكم في المرة القادمة.